السيارات سلاح قاتل يهدد حياة الناس، المئات سقطوا ضحايا على طرقات، فكانت جمعية رودز فور لايف طرقات الحياة مبادرة لأم قتل ابنها طلال دهسا، فمتى القانون وماذا يحمل من مواد مع النائب محمد قباني ناريما شليلة؟ قبل ما يموت طلال بنهار بعت لي رسالة اس ام اس مقطع على مقطع غنية اسمها ترينيتي للفنان الجيرينو. Entrailles, la seule femme qui porte pour moi un amour sans faille, celle qui m'a vu pleurer pour la première fois. انبسطت كثير فيها بس ما عرفت قيمتها الا ثاني نهار لما ظهر من البيت وما رجع على البيت. بعثت له اس ام اس لجيرينو قلت له قد ايه مخلي لي عايش عبر هالغنيه لطلال وقبل يجي يحيي حفله هون. جيان سبيسيالمون او ليبان بور اون كوز كي مو كونسيرن توس رودز فور لايف لو 25 جوان على الامفيتياتر لو زوك ببيروت. بتعرفي طلال كان لازم يتخرج 7 حزيران، هي هديه تخرج لكل اصحابه اللي دائما ساندونا وتوعيه لهالشباب بأول موسم الصيف يسوقوا على مهلهم ينتبهوا على الطريق يفكروا بأمهاتهم كمان. راح بكير كتير، كنت حبيت شوفه عم يتخرج عم يتجوز عم شوف ولاده. طلال ما انعطى فرصة ليعيش من دغري على الطريق، بدنا حبينا نعطي فرصة للي ماتوا للي وقعوا مثل طلال على الطريق يتأمن لهم العناية والعلاج اللي لازم يتلقوه بالوقت المناسب اللي هي صف هلا اجى على لبنان اسمه ادفانس تروما لايف سبورت كورس. دير كو جي كوز اتان دو تراك اتان دو سوسي بويس ديو باردوني تون فيس امي لامور دون مير لانغراتيتود دون انفان باريك جي كونيتري تا فالور كو كان جوري دي انفان. قانون السير هو قانون حقيقه متقدم يعني حديث جدا ودقيق بكل جوانبه، ونحن بنتامل انه يخلص من اللجان المشتركه بوقت قريب وانه ينعرض باول جلسه للهيئه العامه. عم نتشدد اول شيء بالعقوبات لانه الناس بخافوا من العقوبات وشددين كثير بالعقوبات، اذا قتل بدون قصد هيدي عقوبتها السجن فتره معينه مش قليله، واذا كان سكران وسايق بسرعه وقتل زلمه فالعقوبة بتصير جناية مش جنحة. بعدين ما بقى حدا بيقدر يعلم سواقة إلا إذا كان خريج مدرسة مهنية بشهادة تأس تثقيف التلاميذ من وقت اللي بيكونوا بالابتدائي ليأخذوا البكالوريا. بأكد لك أنه وقت اللي يطلع القانون لح يصير فيه يعني شوك نظري، بس هالشوك النظري يمكن بضل جمعتين ثلاثة بعدين بيبرد مثل ما صار وقت الرادار. بده يرجع نعمل بناء تدريجي لعملية تطبيق القانون. بدنا نبلش بالتشدد مع شرطة السير الموجودين حاليا، بده يصير في معهد لتدريب شرطة السير، وبده يصير أيضا زيادة عدد شرطة السير.